منحك أكاديمية الفنون بمعهد العالي للسينما في القاهرة عبد الرزاق الفلاح درجة الدكتوراه في المونتاج مع مرتبة الشرف والتوصية بطباعة الرسالة على نفقة الأكاديمية وتبادلها بين الجامعات عن رسالته الموسومة بالبناء المونتاجي في أعمال المخرج اليمني سمير العفيف دراسة تحليلية. وتوصلت الدراسة التي تعد الأولى في مجال المونتاج في الجمهورية اليمنية إلى أهمية المونتاج في أي عمل درامي بدءا من السيناريو وصولا إلى مرحلة التصوير والإخراج ثم المونتاج. قرار اللجنة منح الدارس عبد الرزاق عبد صالح الفلاح درجة دكتوراه فلسفة في الفنون تخصص مونتاج بتقدير مرتبة الشرف الأولى. طبع الرسالة على نفقة الأكاديمية وتبادلها مع الجهات العلمية المناظرة. توقيع أعضاء اللجنة دكتور غادة جبارة، دكتور نرمين عبد الحميد، دكتور يونس.